العكس من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي ايدي اخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكس لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا أمسي يا هالجرح العميد وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة مجنونة حرة لو حأرسلها بدك تعرفي مين هي شهرزاد؟ هي وحدة عرفني عليها العاشق والهان جبران لحتى انساكي رقاصة عشت معها ايام حلوة كتير يا ريت عندك ربع الحب اللي عطتني اياه وربع الحنية اللي عطتني وربع شغلات تانية قالت لي مرة أنها مستعدة تموت كرمالي أنا صدقت مسكينة مسكينة ظلت تعطي 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 ما أخذت مني شيء ما أخذت غير الموت لا تغاري منها صدقيني كل شي صار لحتى أرجع أشوفك ما كان بدي تخلص حياتي من غير ما أشوفك بس هلأ ما عاد تفرق معي إذا متت لأني رح موت معك هذا قدرنا يا نموت سوا يا نعيش سوا تحبي احكي لك بالتفاصيل
كيف خططتي للهروب خطوة بخطوة؟ لازمك شي؟ بدك شي؟ لا يعني ما بدنا شي. رح أذكرك، رح أحكي لك شو اللي صار. إزايك؟ وحشتيني على فكرة. كيفك نوع؟ الحمد لله. إيه مالك في إيه؟ ليه محسسني كده إنك مش على بعضك ومرتبك؟ لا أبداً. ليش أنت هيك حاسة؟ أيوه عينيك بتقول كده. هو أنت ما قلتش لإنجي إنك جاي تشوفني صح؟ نهى أنا جيت شوفك لمن أعرف أكتر عن إنجي، لأنه بصراحة شغلتي لي بالي. عايز تعرف ليه؟ عشان تساعدها ولا عشان تسيبها؟ يعني إذا هي عايزة مساعدة أكيد رح ساعدها. ولو الحكاية أنت مش قدها؟ بشرفك بلا هلف والدوران، احكي بقى شوفي. هشام أنا مش عارفة أبتدي معك إزاي بصراحة. أنت ما سألتش نفسك ليه؟ إنجي لغاية دلوقتي ما اتجوزتش، رغم إنها يعني طيبة وناجحة وكيوت وبنت ناس. أكيد لا، ما رح يجي عبالي أسأل حالي هيك سؤال. وأكيد طبعاً عمرك ما فكرت إنك تبص على ملفها الطبي؟ ملفها الطبي؟ ليش إنجي مريضة شو في؟ هي عرفتك على أهلها؟ لا بس إنه بس يجوا من السفر أكيد رح تعرفنا عليهم. قالت لك أهلها مسافرين ليه؟ لا لأن ما سألت. بص يا هشام أنا لازم أقول لك الحقيقة. إنجي عندها أخين. الاتنين سم وبكم. ورثوا الموضوع ده من مامتهم. هي الوحيدة اللي فلتت من الموضوع ده عشان طلعت لباباها. وهما دلوقتي في سويسرا عشان بيتعالجوا هناك. في المراكز اللي هي بتاعت التأهيل دي. ليش هون ما في مراكز تأهيل؟ أكيد في يا هشام. بس هما جربوا كل المراكز مفيش حاجة نفعت، عشان كده سمعوا عن دكتور في سويسرا بيعالج بطرق جديدة هناك فقالوا يجربوا. وانت من وين عرفت القصة؟ تستغرب لو قلتلك انه مفيش حد في الشركة يعرف على الموضوع ده غيري انا. ايه بس قصدك كيف تحت انت الوحيدة اللي بتعرفي؟ عشان عندي واحدة صاحبتي الدكتورة بتشتغل في المراكز دي وهي اللي قالت لي. وانجي عارفة ان انت بتعرفي؟ لا طبعا مستحيل اقول لها حاجة زي دي، انا ما اقدرش احرجها. ليه عم تخبريني قلق؟ عشان انت تهمني يا هشام. قلت لك الكلام ده من بدري. مش عايزك تخش في حاجة غير لما تكون عارف انت داخل في ايه. خاصة يعني انه المشكلة دي اللي عندهم وراثية. يعني بعد الشر ممكن توصل وتنقل لأولادك. انت عرفت الموضوع ده منين؟ مش مهم من وين عرفت الموضوع، المهم ان طلعت بتخبي علي اسرار. ليه عملت هيك انجي؟ ليه؟ عايز تعرف انا ليه عملت كده؟ اوكي هقول لك. بصي يا هشام، انا في ناس اتقدموا لي كتير قوي، كان أي حد بيتقدم لي كنت بصرحه بمرض إخواتي. صدقني عمري ما كسفت منه، لأنها أصلا مش حاجة تكسف. عمري ما خفت. عارف ليه؟ ليه؟ لأني ما حبيتش أي واحد فيهم. لما كان قرارهم إن هم يسيبوني ما كنتش بزعل، بالعكس أنا كنت بفرح قوي، بحب اخواتي قوي. كان كل اللي بعمله ان انا اروح انام في حضنهم واحضنهم، ان هم ما لهمش ذنب.
لكن انت الوحيد اللي خفت اقول لك. انا ليه خفت؟ عشان حبيتك. انا حبيتك قوي يا هشام، خفت تكون زيهم وتسيبني. هتسيبني يا هشام؟ انا فكرت كتير واخدت قرار. اخدت قرار انه ارتبط باحلى بنت بالعالم بنظري، وبدي رح يكون مطمن لانه ولادي رح يكون عندهم احن ام بالدنيا. حبيبتي انت، حبيبتي. ها خير يا سليم، ايه الموضوع المهم اقوله كنت عاوزني فيه؟ مفيش، كنت قاعد بفكر في موضوع مشروع الاقصر اللي انا اخدته ده. حاسس ان هو كبير قوي عليا، حاسس ان هو مبهوى، خايف لاكون مش قد المسؤوليه. طب وليه بتقولي الكلام ده دلوقتي بس؟ عشان بفكر انسحب المشروع كله، ومش شايف احسن منك ان انت اللي تستلم. تنسحب واستلم؟ انا مش فاهم حاجه، اشمعنى انا؟ ايه يا طارق، ما انت اقدم واحد في الشركه واكتر واحد عنده خبرات اكتر مننا كلنا. لو انت ما استلمتوش مين هيستلمه يعني؟ بص يا سليم، كلامك ده كله على عيني وراسي من فوق، والثقه اللي انت بتحطها فيا دي انا مقدرها قوي. بس هقول لك على حاجه بقى، انا لو كنت احب اسمع الكلام ده كنت احب اسمعه من صاحب الشركه وصاحب المال. ولو هفترض ان انا قدرت كلامك ده، يعني اعمل ايه في مستر مراد الساعي اللي عمره ما هيتخلى عني ولا يبيعني ابدا؟ غير كده بقى انا خدت من الراجل ده سلفه كبيره قوي، مش عارف اقول لك ايه. خلاص يا عم طارق، الف مبروك. الله يبارك فيك يا سليم، ويكرمك انت كمان ويوفقك. شد حيلك بقى، ريت بس تكون اخدت القرار السليم ان شاء الله. هتفضل قاعد كده كتير يا فندم؟ الموظفين كلهم مشيوا. روحي انت يا انجي، انا مش عارف اروح فين ولا اجي منين. هي نايا حكايتها ايه؟ مش عارف يا انجي، بس انا خايف عليها. ليه يا فندم؟ اعذريني يا انجي، ما اقدرش اقول لك. اللي اقدر اقوله لك اني ما اقدرش اسيبها لوحدها في مكان ممكن تعمل في نفسها حاجه. لدرجة انت مزعلها؟ مش انا اللي مزعلها، الدنيا هي اللي مزعلها. ايوه فادي، انا كريم خطيب نايا، وده تليفونها. لا ده انا لسه انا اللي هسألك على السؤال ده، هي فين؟ مصيبة؟ مصيبة ايه؟ ايه؟ عاصم جوز نايا لسه عايش؟ طب هو فين؟ ما تقلقش، مش هيطلع النهار الا لما اكون عارف عنه كل حاجة. استنى استنى، هو اسمه عاصم غريب مظبوط؟ طيب اوكي شكرا. في ايه يا فندم؟ انا ركبي ثابت. في معلومات بتقول ان عاصم لسه عايش. ايه؟ وفي معلومات تانية بتقول ان هو خرج من الاراضي اللبنانية واحتمال يكون في مصر. يعني ايه؟ يعني انا سلمت نايا للسفاح بايديا؟ ليه يا كريم؟ ليه ما صدقتهاش يا اخي؟ ياه، كانت دايما بتقول لي ان انا بحس ان في حد معايا في البيت وبيحاول يقتلني، وانا بتهمها بالجنون، اقول لها لازم اوديك لدكتور نفساني. ظلمتها معايا. يعني زمان خطفها؟ تفتكر خطفها فين؟ يعني انا اتخليت عنها في عز ما هي محتاجه لي؟ ايه هنعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه يا انجي، روحي انت وانا هتصرف. اروح فين؟ لا طبعا مش رايحه في حته، انا مش هسيب الشركه دي غير لما اطمن عليها، دي اختي يا فندم. فيك الخير يا انجي. بقول لك ايه؟ انا هدور عليها بطريقتي. استني. ايوه. اتصلي بالعميد بشر بسرعه. فورا. الحمد لله على السلامة يا عاصم، نورت مصر. بلش معك من أيام الطفولة. من أيام الطفولة الحركات. جبران، شو بي؟ شو كان في بينك وبينه؟
ماشي. لا بدك تقنعيني واحد لف في الكرة الأرضية كلها ما لا يلفش خطورته إلا قدام شبابيكنا؟ بدك تقنعيني إنه ما في حوافز ما في دعوة؟ ما كنت بعرف شي عنه. لو كيف الشي بيني وبينه ما كنا تجوزنا أنا وإنت. في كتير نسوان متزوجين ومصاحبين أي مال على أبي. بس مش أنا. نزيه. نزيه كان زميلي بالجامعة. كنت أنا سنة أولى هو كان عم يتخرج. زميلك كان عشانك لآخر لحظة يا مدام. ويمكن اتطلق وهو صديقتك سامية وهذا كله من ورا راسك. أنا ونزيه كنا زملاء لا أكثر ولا أقل. ولما تجوزوا سامية صرنا أصحاب. وهذا اللي كان بده يوصل له. هاي مشكلته. فارس. عاصم عم تجرحني عاصم. عم بجرحك؟ بس القائمة طويلة ما خلصت. فادي. فادي خيي فادي من خالتي فادي. مركز تدريب سباحة لما كنت تروحي لهنيك ما كنت تشوفي. بس الستات. مأوى العجزة. تدريب السواقة. سليم. سليم ما بيعني شيء سليم. هلا جينا على اللي بيعني لك. خطيبك وانت متجوزة. لوين وصلت العلاقة بينك وبينه؟ استعداد انك تنتحري ولا تقولي الحقيقة ما هيك يا كلبة يا فاجرة. قومي معك. قومي. بدك تحكي ولا ما رح تحكي؟ بدك تحكي. لا أي حد واصلة كانت بينك وبينه يا كلبة. تعملي علي شريفة بنت؟ على مين بتمرق هالحركات؟ هي الحركات ما بتمرق علي أنا. شو بدك جاوبك؟ بدي الحقيقة. أخي خلص بكفتي حاجة تعذب نفسك وتعذب. أنت شو جابك لهون تعالي برا؟ لا لا بدي الحقيقة ليه بدي الحقيقة؟ أنا وكريم وصلنا لمطرح كتير بعيد. صار شيء بيناتكم؟ كلش صار كل شيء بيناتنا. قلت لك الحقيقة. يلا يلا قتلني قتلني وريحني بقى قتلني. طلعي بعيوني هيك. طلعي وعيدي كل شيء حكيتي. صار كل شيء كل شيء. تحبيه؟ الو اهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ بتقولي حضرتك مفيش حد دخل مصر بالاسم ده؟ تمام يا فندم. هو المفروض ان هو متوفي. مش عارف اللي تشوفه معليك. تمام أنا جنب التليفون يا فندم. هروح فين؟ شكل كده يا فندم. مع السلامة. قال لك إيه غير إن مفيش حد بالاسم ده داخل مصر؟ في اتصالات دلوقتي حالا بتتم ما بينهم وما بين الأمن العام في لبنان. هيسألوا عنه وهنشوف. طيب الحمد لله ده خبر كويس قوي. قلقان ليه بقى؟ تخيلي يا أنجي ماي راح تقدمي بلاغ ضده لما يزت مني. البنت اتصرفت لوحدها. قد إيه أنا ظلمتها؟ لا لو جرى لها اي حاجه انا مش هسامح نفسي. لا 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 يجرى لها ايه ان شاء الله؟ مش هيجرى لها اي حاجه. تعرفوا انا والله العظيم قلبي مطمن. وبعدين نايه دي بنت جدعه وقويه. نايه دي مسكينه انا خايف عليها.
يستر. كل هالقد بتكرهيني؟ أكتر ما بتتصور. ليش تجوزتيني لك؟ ليش تجوزتك؟ كنت شايفة فيك صورة البي اللي فقدته لما كنت صغيرة. شو اكتشفتي بعدين؟ اكتشفت اني عايشة مع وحش. وحش. بس انا حبيتك اكتر من حالي. ما رح تشوفي بالعالم حدا يحبك اكتر من الوحش. انا كنت عم بحاول اعمل كل شيء لحتى اخليك تكوني سعيدة. هيك كنت افكر. سعيدة؟ ليك كنت عم بختني. عم بختني؟ شو كنت لازم اعمل لحتى تحبيني؟ المسألة كانت ابسط مما انت بتتصور. كيف؟ إنك تكون إنسان طبيعي مثل كريم، مثل كل البشر، مثل المسيح وفارس وسامية وليلى، مثل أي حدا طبيعي. بدك يعني أنزل لهالمستوى؟ أنا عاصم غريب، بدك يعني انزل لمستواهم لحتى تشوفيني طبيعي؟ هدول بتتفركشي فيهم بالطريق، هدول بسموهم دود الارض. السنة غير، ولو ما تكوني انت وحدة استثنائية انت اخترتك من بين كل الناس وتزوجتك وعملتك سلطانة زمانك. أنا إنسانة عادية، ما تحملني مسؤولية كيف أنت بدك تشوفني. بدي أعيش بطبيعية مع أهلي وأصحابي. بدي أجيب أولاد، بدي أخذهم على المدرسة، بدي أجيب لهم ثياب العيد. بدي أكبر أنا وياهم، جيبوا لي ولادي والعب انا وياهم. بدي اشتغل بمهنتي. ايه بدي انزل على الطريق مع كل هالناس ولق وعصب واتضايق من عجقة السير، من قطعة الكهرباء، من شيء. بدي اعيش بطبيعية مثل كل هالناس. يا يا حرام يا نايا، هيك بتشوفي حالك؟ هيك كنت شوف حالي. هلا كل يلي بدي انك تقتلني.
قتلني. الو شكرا، انا ما عاد فيني اتحمل، لازم نلاقي حل ونخلص معاها. عاصم غريب، هو مراد الساعي؟ مش بقدر اصدق. هشام هشام تعال بسرعه. هشام انت تعرف الراجل ده؟ ايه اكيد، هيدا عاصم جوز ناي الله يرحمه وارحمنا جميعا. وبعدين الخطوه الجايه ايه يا فندم؟ ولا حاجه، بيحصل عنه دلوقتي حملة تفتيش محترمة وهيجيبه إن شاء الله. لحظة، ما عم بفهم، تفتيش عن مين؟ عن عاصم؟ الله يرحمه. أنا مش قادر أصدق الخبر اللي سمعته ده صحيح؟ يعني مراد الساعي يبقى عاصم جوز نايا؟ يعني أنا خلصت من نايا يطلع لي جوزها؟ وأنا ذنبي إيه في كل ده؟ طورتيني معاكي ليه؟ تخليني ليه أخون الراجل اللي عملني؟ ليه؟ أبيع نفسي ليه؟ وأبيع ضميري ليه؟ محدش ضربك على ايدك يا طارق، وبعدين لو سمحت ما تحملنيش المسؤوليه ارجوك. لا يا ماما، احملك المسؤوليه ونص. انت ناسي ان انت اللي طلبتي مني ان اروح اشتغل عند عاصم ولا مراد ده؟ انا يا طارق؟ لا يا حبيبي، ريحه الفلوس هي اللي شدتك زي المغناطيس، ولا ناسي؟ مش معنى سليم يعني ما جريش ورا الفلوس. عشان مش ناقص ولا ناقص، انا اقدم واحد في الشركه دي وخبرتي فوقكم كلكم. مع كده هو ظلمني واصر يهملني، ادى سليم فرصة عمره وانا مرضيش اديني اي حاجة، مع اني بفهم احسن منه في حاجات كتيرة قوي. انت بتتكلم عن خسارتك لنفسك في الشغل، اما انا اقول ايه عن نفسي؟ انا خسرت نفسي جوه الشغل وبره الشغل يا طارق. انا حاسة ان انا خلاص بضيع، بتلاشى، مبقتش موجودة. كريم دمرني ودمر كل أحلامي يا طارق. لما قابلت الراجل اسمه مراد الساعي ده افتكرت إنه الدنيا ابتدت تضحك لي، ابتدى يحرك كل حاجة حلوة جوايا. ما كنتش فاهمة إن الدنيا هتتقلب عليا بسرعة قوي كده. ما كنتش فاهمة إن مراد ده بدل ما يبسطني هيجي يضرب في دماغي رصاصة الرحمة. انت شو بدك تعمل؟
مو مهم. المهم انه ما بقى رح تشوف وشي. انا ما بقى رح اضايقك. بعتذر منك. بعتذر من حالي لاني انهزمت. انا خسرت. انا بعترف اني انكسرت. انهزمت. لما قلت لك انه انا بقتلك وبقتل حالي ما كنت عم كذب، بس هلا بعترف لك انه انا طلعت اضعف من اني عمله. بس بوعدك، بوعدك انه في حدا رح يدفع الثمن. إذا بتقارن صوب كريم أو بتأذيه رح موت حالي. خايفة عليه؟ أنت لهالدرجة بتحبيه؟ بتحبيه؟ والله لا احرق قلبك عليه. بوعدك اني رح موت حالي. وهالمرة مش لعبة. مش لعبة. ما رح استناكي لحتى تلعبيها. هالمرة انا بدي اتأكد من نفسي. Thank you.
ومننسى على الوقت الأحيان.